هذا وتشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يأتي هذا العام بالتزامن مع احتفاظ مملكة البحرين بمكانتها الدولية في التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص. نعم، فقد حققت مملكة البحرين الفئة الأولى للعام السادس على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يعد أعلى تصنيف دولي سنويا في هذا المجال. ست سنوات متتالية تعكس جدية جهود مملكة البحرين في الحفاظ على مكانتها الدولية في التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص، وبقدرتها على جعل الرؤية والسياسة الحكومية ممارسة عملية وواقعية من خلال التشريعات والإجراءات والتدابير المتخذة، إلى جانب العمل على إطلاق فريق متكامل من مختلف الجهات الحكومية المعنية ليتولى تنفيذ هذه المهمة بشكل متكامل. تأتي جهود إدارة الرصد الوقائي في كشف أي ممارسات ترتقي إلى جريمة الإتجار بالبشر، أو أي ممارسات ترتقي إلى جريمة العمل الجبري أو القسري. هناك جهود وتعاون دؤوب بين مختلف الجهات الرسمية، بين الهيئة وبين الجهات الرسمية، يتم التنسيق من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومن خلاله ضمان وصول أي شكاوى أو ممارسات ترتقي إلى هذه الجريمة. خطوات مهمة اتخذتها هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك من خلال استحداث نظام تسجيل العمالة ليعمل على تحقيق الاستقرار والنمو في سوق العمل من خلال تلبية احتياجاته من العمالة المهنية والمؤهلة، وعلى نحو يتضمن حقوق جميع الأطراف من دون تمييز. العمالة المسجلة نظام مستحدث لتوثيق وتصحيح أوضاع العمالة الغير نظامية في مملكة البحرين، وهذا النظام يمثل انطلاقة جديدة ومتقدمة من التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث أسندت مهام تسجيل العمالة الراغبين بالانضمام لهذا البرنامج لمراكز تسجيل العمالة، ومن دور المركز تقديم الدعم للعمالة والتأكد من وجود الشهادات والمؤهلات المهنية واستكمال إجراءات الفحوصات الطبية الخاصة بهذه العمالة وتوثيق عناوين سكنهم وتسجيلهم في أنظمة اتفاقية الخدمة الذي تضمن للعمالة استيفاء حقوقهم العمالية. مبادرات بارزة ودقيقة وضعتها مملكة البحرين في هذا المجال، وذلك من خلال إنشاء جملة من المراكز المتخصصة التي تعنى بتنفيذ القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص. حققت مملكة البحرين إنجازاً بارزاً على المستوى العالمي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال العمل على تبني العديد من المبادرات الرائدة والمشاريع الوطنية الفاعلة في هذا المجال. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.